اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة والسلام پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين چند آیات بینات تلاوت بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.
تمام یہ باب بڑی محبت کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں باوا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔